اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده جو الصيف وجو الحر، كلنا طبعا بنعيش اللحظات الحلوه الجميله، وفضل من الله سبحانه وتعالى هنعمل دوري ان انا اساعدك تعملي الاكلات الصيفي اللي مش تاخد منك وقت وتقفك وقت كبير في المطبخ لان الجو حر، وفي نفس الوقت تناسب جو الحر، زي الايس كريم مثلا بالليمون والنعناع. كلنا بنحب الايس كريم الايام دي، والمثلجات والسموزي والعصاير خليها عندك دايما تعملها لاولادك. هنعمل ايس كريم بالليمون والنعناع، وطبيعي ده بيهدئ الاعصاب. معانا كمان سندوتشات الفاهيتا النهارده بالسجق البلدي، كلنا بناكل السجق ده طواجن، بناكله سندوتشات، بنعمله بكذا طريقه واحنا شطار فيه، انما نعمله سندوتشات فاهيتا باكيد هنروح على المطبخ المكسيكي ونشوف الحاجات الحلوه والتركايه بتاعه المطبخ المكسيكي. معانا طبق مكرونه العشق بتاعي، مكرونه بالزبادي تساعد على الهضم، سريعه الهضم، خفيفه ولطيفه، تتعمل بالزبادي. بس معانا مشكله يا شيف في الزبادي، بيفرط مننا وبيبان بمرغل كده ويفك في قلب الطبخه، نعمل ايه؟ هنشوف ازاي نعمل المكرونه بالزبادي، هتعجبكم ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه، ودايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فازاي اوصل لمرحله البساطه والسهوله والمرونه وانت واقفه في مطبخك تعملي اكلات بوقت قليل جدا؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض ان شاء الله. تعالوا نشتغل مع بعض على ما تبرد شويه في المكرونه بالزبادي. المقادير على الشاشه، مكرونه سباكيتي وزبادي، نحطهم جنب بعض اهو، مكرونه سباكيتي وزبادي في المقادير، وبياض بيضه ومعلقه نشا. اذا مش موجودين في المقادير يا استاذ رحاب نكتبهم، بياض بيضه ومعلقه نشا مطلوبه، وشويه مكسرات حسب الرغبه، وفصين من الثوم، وشويه نعناع يابس حسب الرغبه. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. طبق العشق، طبق مكرونه بالزبادي، الاطفال بيحبوها وكبار السن يحبوها، فيها البروتين الحيواني، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فيها كل حاجه حلوه ممكن ندور عليها موجوده في الطبق ده. ووجبه عشاء خفيفه على الجيب وخفيفه على المعده، ولا يهمني الجيب قبل المعده. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار حلوه قوي، بنحط في الطاسه دي معلقه زيت زيتون صغيره، الله عليك، حلوه، ونرفعها من النار كده، ونحط مع معلقه زيت الزيتون فص ثوم وما تخلوش يتحمر، مع فص الثوم ده معلقه زبده، يليه الزبادي، الله، يا ويلي، شفت اللون ده؟ ونقلب كده بالراحه، العب، واسيبهم على النار شويه، ونشوف هنكمل مع بعض ازاي بياض البيضه ومعلقه النشا. وده لازم يكون ايه؟ على نار هاديه، واحنا مع بعض كده في ثواني. ادي بياض بيضه، باخده بخطفه كده على السريع، بلاش الصفار. هتقولي ليه الصفار يا عم الشيف؟ الصفار مع اللبن مش مطلوب، بيخليه غليظ وبيغير لونه. معلقه النشا اللطيفه اهي، مع شوية حليب، يا إما حليب عادي أو لبن رايب، بس خلاص، ونقلبهم مع بعض، مع رشة ملح لطيفة ورشة فلفل صغيرة. ده الزبادي، ده اللي هنسلق المكرونة ونحطه عليه بعد السوا، ونسيبها على نار هادية جدا. الطبق ده بياخد منك في المطبخ 3 دقايق، إذا زادوا عن 3 دقايق يبقى مش بتتفرجي على الشيف المغازي على القناة الأولى. وأسيبها على نار هادية جدا. رشة ملح، رشة فلفل مع التوم، في الآخر هنحط نعناع يابس والمكسرات حسب الرغبة. تاني، مكرونة بالزبادي، بناخد الحلة أو الطاسة بنحط فيها فص التوم مع معلقة زيت زيتون. عشان اعمل الزبادي، طبخه الزبادي بالذات سواء اعمل كبه باللبن، شيش برك، لبن ام، وشكريه، طبخه اللبن لها اصولها، اخواننا في الشام شطار في عمايله جدا. اول حاجه ببدا بيها بدوب اللبن مع بياض بيضه وشويه نشا. اذا انا هطبخ طبخه لبن، اذا انا هعمل مكرونه يبقى انا زي ما عملت كده بسوي الفص التوم في معلقه زيت زيتون مع مكعب زبده، التوم ما يحمرش عشان ما يغيرش لون الزبادي. بعد كده بنزل بالزبادي وشويه لبن رايب او حليب عشان يديني قوام، مع معلقه النشا وبياض البيض، واسيبه على نار هاديه. ده القوام اهو،
حلو قوي، لان المكرونه هنا هتتسلق في ماء مغلي مع زيت زيتون ورشه ملح. لازم الميه تكون بتغلي يا اختي، لازم الميه تكون بتغلي يا امي، لازم الميه تكون بتغلي يا خالتي يا عمتي يا كل ست بتتابعني دلوقتي. اوعي في حياتك تسلقي مكرونه في ميه بارده. ايه اللي هيحصل يعني يا مغازي؟ الدنيا هتقوم. المكرونه دي هتتكسر منك وهتبوش منك، سواء سباكيتي سواء بينا بالشكل ده كده، ونسيبها تتسلق. هتتسلق ازاي يا مغازي وهي ما نزلتش في الحله؟ نصبر على رزقنا شويه، اقل من دقيقه هتلاقيها سقطت لوحدها في قلب الحله طبيعي. كل ما تغلي من تحت هتلاقيها سقطت قدام عينينا، هنشوف دلوقتي. ونخلي الزبادي على جنب. طب المكرونه ناخدها بالمره علشان نخلص. المكرونه اهي، ده الزبادي جاهز والمكرونه بتاعتنا الجميله جاهزه. الله، ملح فايت بيغني ومعاه طبق بنور. يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونشيل دي من هنا خالص. المكرونه دي عشقي يعني، لما اكون راجع البيت متاخر دايركت على طول، ما دام تعملها لي عارف ان انا بحبها. خلاص هسكت. ليه بقى؟ بتعشى، ما بحسش بالم في المعده، مشاكل الهضم الزبادي بيعالجها، كربوهيدرات ونشويات امنه. بس بحب الاسباجيتي الرفيعه مش التخينه. الاسباجيتي نوعين عند في البقال او في السوبر ماركت دون ذكر الاسماء، في منها الرفيع قوي وفي منها التخين اللي هي دي معايا، دي تخينه شويه. شفت تتاكل بقى ازاي دي يا عم الشيف؟ ثواني كده، معلقه. مخرجنا الجميل استاذ احمد، استاذ احمد عوض. بص بص شوف المكرونه، بص 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 شفت حالها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه تسمح لي اكل على الهوا سخنه؟ والله ما ينفع. على فين يا بطه؟ على فين يا بطه؟ اللهم صل على النبي. نرجعها تاني، نرجعها تاني، هو ده. كمان واحده عينيا. باخد شويه كده بسن الشوكه والفهم كده. عشان ما تسقطش على الكرافات، على الببيونه، على القميص. الف هنا وشفا. زي الفل. وانا مخلص نغرف المكرونه دي ونخلص منها. يلا وقتنا بيسرقنا. دايما لما بنشتغل بضمير ونكونوا حاضرين في العمل ده، في اي مكان، في مؤسسه، في شركه، تلاقي الوقت عدى بسرعه. لما ما بنكونش بنشتغل يقول لك اليوم ماله طويل ليه يا عم كده؟ مال اليوم النهارده؟ سفينه من المكرونه. الله. بص عليها غرقانه في الزبادي. حلو. ممكن شويه لوز، شويه فستق، شويه مكسرات. ايهما افضل يا شيف؟ بصراحه لوز. حلو. يعني رؤيه، فن، ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.